الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال. وكتاب قلني الفقه المنهجي وعين كجرني أحكام دي حجك سيبا وعين كجرني أركان دي سيب قال المؤلفون رحمه الله تعالى وعين الترتيب بين معظم هذه الأركان والترتيب تا لك الترتيب لي لك الرئيسين أيوه انت بدل أركان تن أين صامر لي الشنطة هيد لا بد وحلق مارمانا من الترتيب إن لك الترتيب يو لك الرئيسي أيا لك مارمانا بين معظم هذه الأركان أركان تنوين كود الحديثة إن لك الترتيب يو لك الرئيسي أيا لك مارمانا على الوجه التالي وجه اليقام خلصه صعدا الإحرام أولا مركو روا حرمشو ودوا نيدي وقف جري عمل هنوجر يوا كوجر يوا لغمار مان الوقوف بعرفة ثانيا إن لا يساقو وحمر لبات كلا وحقو عجا يساق عرف الله يساق يو الطواف ثالثا طواف جاياكو حجا مرصدحات السعي رابعا سعي اياكو حجا مرفراد وهدي ان قفقو دقارين اما المفرد ان وهين وطواف القدوم كيس ان سعي راعين وي هدو سعي سر عيد ديب سعرين ما يوين اركي دونا اما الحلق ايضا حير الشضا فله حصل ان يؤخر وين ودب ليغو الى ما بعد الطواف طواف جوحا كدن بيين ودب ليغو ايا ايضا وبنان او ان مركا ان وحرا ايضا هل كانوا راعين ولو ان يؤخر طواف ان كذب لقابو لي عنه اما الحلق فلو ان يؤخره حلق ان دبر لقابو لي الى ما بعد طواف طواف جوحا كدن بيين ودبر لقابو لي او مركا وبورتا تورتو انو سيدي ضدني سريان اسكاكا طواف جيو السمايو بركو طواف جيو سعي صو سمايو حيرتو ولو أن يؤخر طواف عنه وحكروا لي طواف جينو كدب لقو أو إنت أو حيرتو إنو دبا تردى دعاو كعبدي حقا وكعو طوافو أما بعد من أبا إسكان نقضو إنو إسكتا حلوا مركا مريه إسكتا إسكح دوات مركا وقورون وطواف جيو سمايو ولكن هل هذا الترتيب ترتيب ترين رقن سادس رقن لحد ميا سيدي ويسدر رقن لحد وها ام هو شرط مسوى شرط لكيفية تنفيذ الاركان مسوى شرط وصغن هذين قابك يهبك لفر لاركان تن جرى خلاف خلاف أيها قدر إليه وقصة عليه في مذهب الإمام الشافعي في ذلك أرنتها ورقني إيما وشردي لقوى مارمانو قابك أركان اللوفلين ليو والمهم لكن وحا مهم كأي وحا وهيم أن تعلم إنا دوغاتو بأن ترتيبا لا بد منه ترتيب داسي لقوى مارمانو تاي على النحو الذي ذكرناه سأنصه شكرا إن لو كان ترتيبيا ومهم وأيضا دي لما هو الرئيسين كارو وحكا هو الرئيين كارا مجر إحرام كيين يدا وقوفك عرفنا وحكا هو الرئيين كارا مجر آنا هين إحرام كاي يدا سعي يهدو دوا في القدوم كراعيو إندا كارا يوم قد حدو دا مالا وح ترتيب ساوي الوشيغي وانا كينا يلي مقدم كإنت وينك أيا ترتيب تاريه ثانيا أعمال العمرة مرباتنا وأعمالش عمرة ضعيرة حيد أما أعمال العمرة عمرة ضعيرة أعمالش ذي وحل غبتها فتترخص كتالي وحيا ينقص الرئيس ينقص من قريسة كنص الصعدة واحدة الإحرام بها حرم شيء حلشو على طريقة الإحرام بالحج
طريقة دي حج الله حدنا يا أكرى أي عمرنا الله حدنا يا وقد ذكرنا وانا صوشا إني ميقات الإحرام للعمرة ميقات كحرم الشدع عمره وإلا ذهي حضيت أي كادي زمارقها أو صنت كأردنة انت هادي قفق حجك وقدر أيون موياري قفق يسوي حجك قسقنا ميقات كذا مكان جاهنا وحوى أدنى الحل قفق فاقي يجويه كي من يروى ميقات في حجك أيون ميقات سي عمره نغنية قفق داخل الحرم كتشرين وحوى أيون و أدنى الحل وحل يهلك وقدرون اثنين يدخل مكة مكة أيو قرية فيطوف طواف العمر مباشرة وهو طوافي طواف عمره أيو ستوس طوافي أي بدون دواف قدوم يسوون دواف القدوم سمين أيو توس طوافي وقف يسوي عمره حلان متوتعة أما عمره كريا بحلان يسوي دواف القدوم مره توس مركوطة وطواف عمره أيو برابي ثلاثة يسعى بين الصفا والمروة صفا هي مروة دحضو لا يسعي تضوذي شرايو سمين أيام أربعة يعلق ويغسر من شعر رأسي مرفراد وحيرا أما ماذا حاتمها أيو قابين أيام أيضا وأفرتا عمل وأنا مركب مكتا واحد دي أنا سحمد يشرين دي وحسا عد أيو كو سمين أيام دي سحمد يشرتين الله الوصا عدودين ويكو قادت أيالاكا وبذلك سي يتحلل المعتمر وفق معتمر كعمر السنة يروح كحل نوية من أعمال العمرة عمرة أعمال شادي والتزاماتها يوحيان وسكل الزبية أيضا ساس يروح كحل نوية سنن الحج حج سنية شيسي أعمال حج واكين وقصة شاقي واجبات هي أركان هي سنن هي توابع من وقصة شاقي بكم واجبات كي أركان دي بوين الصق قالني سننتي توابع دي هل كان علم دي وشجيا وهي سننت عبارة واحد عبرت كتهاي عن الآداب آدابته والمكملات هي وحياله دمين يجي مكملات كأي حد كده ما يصير يجي التي تاسو يعني كمال كيس هي لما يصير كيس وناجيس مركب بروحنا يصير التي تاسو حرص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول إلهي وكد يري في نسكه عمل كيس يحج كيس تطبيق رسوله وطبق يحج وتعليما يسوى ومدي صبر أيا دون أن تكون داخلة أيضا رهين مدقل إيسا في جوهر أعمال الحج أعمال حج جوهر كذي أساس كذي اللي مرمان كذا أيضا قليلين أو أن تكون واجبة أما إلا إن قطع أيضا نجرين واجبة من واجبة يستلزم تربوها كتقدادو الإثم والفدية وكان يدن بي فدية بحيو بمعنى وآذابتا يوحي لها لما يسير أيها رسولك صلى الله عليه وسلم وكد ذلك لكن أساس كي يجوهر كحج كي أركان دانا أكمي دهين واجبات كي هدو قفو كتب يدن بي ومدنه فدية دانا لقو يرى لينا أكمي دهين وهي كثيرة وعلي فربان دي سنية شاسين موزعة وحانا يكون غير سنة أيو لغو غيبي على أعمال الحج المختلفة أعمال حج كيس خلاف سنة أيار لغو غيبي يكون غيب سطي فلنعدد أهمها أن ترين هذا الكوة قمهم سن طبعا أيضا أول راعين أيو لأعمالها المقرورة بها أعمال شدي للحليلي اسكو سيدين مين نير ربن والبا هي واجب ولبا سنه إلا السعودي أيين قالوا شيئين يسكسي دين من نبي الله أولا سنن الإحرام وسنة ياشي حرم الشضاء يصن وحل سنة أيام عند الإحرام بالحج حج مرقو حلان أيام القيام بالآداب التالية آداب تنصوص عطين اللي مادو واحد الابتسار قبل الإحرام انت أروح حرمانين أروح حرمانين أميضو فإن لم يمكن الاغتسال ما يلاش هدار يسور تجل أو الله حنوصر يقف بيه ما يستعمال كريو أما ببي وما هيصو قامت يمو مقامه قبا قبيس بأهل كيسي ساقه يو وقبا قبيس ليا ويتبع ذلك هوها راعيا ما يلاش ذا كل وجوه تنظيف كل وجوه تنظيف وجيالك النظيفين تغضن
استنظيفين ده يو خصال الفطرة خصلة دي يا حالة دي مركي على السمين يو ولا يكسر أي فطرة دي أبوك ولا سوافق صلاة أما من الله يدين دوافق صلاة كإزالة الشعر اللبد تما هاي كلن كلا ده أقف جوز كسوليو سكحير ويدي دي وحي كيران إن أنت بدل مرخور بي كيران والعانة تماها هو صيحبين كتران كاريري سكوية ألا وقسل أظافير عديو اسكقابيو وإزالة الأوساخ وصخيو اسكسوليو وهذا الغصو ما إلى شضاء السنة مصنون ومدل سنية لكل حاجة قفق سوى حاجة أيالو سنية ذكرا مدل بها هذا أو مثال مدل دي هذا طاهرا قو طاهرا هذا أو حيدا النفساء قبل وحيدي النفساء أحد إلا هو إحرامك كرتايو حجك يا عماشي وهي بلاوي ساتوافق الكعبة ذا أيوم مالين حيني اتنا تلفظ بالنية وحكى لسنا بينا يكون هذا الكنية ذا وإجراء ألفاظها أي ألفاظ النية ذا وحو نيسي ألفاظ ذا على لساني عربك اللي قوس عدسيه وانا سيدا أيضا بابك السأي لهذانو معناها النبي محمد صلى الله عليه وسلم أيها كسقراتين ما هي وحي إلى هذا نون فقد وين ولا داي سوحي قلبي وهي سي عرب كلمة مركاو يصب عرب روعة ويو لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا في الحج ولا في الصلاة ولا في الصوم مدنا وأن يكو هذا الكير كي بس منامين ثم اتباع ذلك وعقرسنا كان الرعي بالتلبية مركاو النيايين وتلبية الرعي وهي تلبيذنا وحوه لبيك اللهم لبيك إلهي أوكو أجيبي أوكو أجيبي لبيه أوكو أجيبي إلهي شريكي ويالك هذه أخو مسؤولي لبيه أوكو أجيبي إن الحمد مهد والنعمة أيل عام ينعمين لك هذه أخو صورتي والملك ملكي هذه أخو صورتي لا شريك لك ويالك أخو مسؤولي كري أياتي ويرفع الرجل نيه كري وقاضي يسوت وعدكيس بذلك تلبيذة كري وقاضي قائما يسقط تاجر وقاعدة يسوف ضياء وماشي يسوس عريا وفي مختلف الحالات يا حال ذي سمركا كلا دوان أرنم حركة سكوسوية هاي والما رواه مسلم كإمام مسلم ورياء يود ريلا أما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رياء تاني جبريل ملك الجبريل أيائيم فأمرني وحي فريانا أمر أصحابي أصحاب تيرين أنفروا أن يرفعوا أصواتهم عكوا ذي لكر وقاذان بالتلبية تلبية ذي لكر وقاذان ويستمروا ودائما يا يوى الشرى يسيس عن أيام استحباب ذلك تلبية ذي لكر وقاذك عدكو سنة النمادة يدو إلى رمي جمرة العقبة إلى بورتا جمرة العقبة لا لطوران أيوم وما رنت الطبنات برقضة لطوران أيوم تلبية ذي سعون أيسام صباح يوم النحر مارتا يوم النحر يا مارتا تولد عيد الله تورنا يوم إن ده وحي كده ما يصير مركب تكبير تأي بلام ما يصير لكن إنت كورس تلبيها سعر يصير ويستقبل القبلة قبلة ذا يوم قابلة يا عند الحرام مرفو حرم يوم ويقول حري الله ما يلا وحرم وحن حرم لك هذا شعري تما هي غاب شري شركة ولحمي دي جيجة ودم ولحمي يلبك يجي ودم دي جيجة إلى وانكو حرم يعني محرم من تأسونا كده جيا يعني مية لا يوسف كورانا يلا هي ترفض كي كل هذا الكل ده يقوى في عند مين لي لكن وحنا بيج صلى الله عليه وسلم كسبنا هذه معها أما المرأة هوان إذا مية فيصم الله وحلاصنا يخفض صوتها عدك هذا هنا يحاسبك في التلبية تلبية هنا يحاسبك بحيث صوت تسمع نفسها نفد رأيي مقشين ودور كوي مرجع عدكو هذا خروق قادان أيها يعني وين لقوا ورئيسي هذي فينا كي من أي سنة مضبنا أنا ما مرجع تلبية دي يذكرك يا قرآن كأغرين دي سي يا أذان كودي يا قرآن يبرك دي يا أنت ولا الحوص أو ديان واحد مرجع خص يا حيان يا مرجع إن ده سنة ولا النفدو دنا ولا يسرينا يا واحد ويا وحارم يا مرجع دمبي دوتي بارمي ثلاثة الابتعاد وكفقاش عن حديث الدنيا شيكوين كي الدنيا ذا وملهياتها يا الدنيا ذا وحيالها دي مركة مشغولين هي المباحة أبنانا فضلا اسكبضا مو يعني هذا الكي يدودي عن المقروات والمحرمة وحيا يقل لك رئيسي وحي حران دها اسكبضا يقل يعني هذا البخواص ما لها
وحياله مركا شيكوين كي الدنيا دي وحيالها دي مشغول كادي مبنانا إنه قف بركة فوق هذا وراكسن ما أمكان ذلك أنت يا رد على صورة قلتها إنه يسكير أيوه. ثانيا سنة الدخول مكة واصل ياشي مكة الديرة فإذا شارف الحاج مركو دواده دخول مكة مكة الديرة يسن الله وعلى صنع يلتزم الأدب التالية آداب تنصاص عطائن ويسكو لازمي لإباد واحد أن يدخل مكة قبل وقوفه بعرفة وحصنا إنه مكة قال وقوف كهر ما لينت السقالات كهر إنه قال أيها وناكسا أو مكوسي قالوا ثم يذهب إلى عرفة منها كذبنا وعرفة مكو غطغو أما كابو كبا حما هلت استيادادو عرفوه تكيس أساو ونكسن وانا انو أركي دوننا إنا نستوى أما كابا صومرين إنو توس ماريدا سيادة عرفوه تيكران وانو أركي دوننا أوي بنانتا لكن سيدو النبي صلى الله عليه وسلم سبيين تو مكا سيقلو إنو ماريدا استيادنا مكا منو قصير بحو أياو ونكسن إتلاينا يغتسل إنو ميبا يالا سنية لدخول مكا مكا قريد هذا عند بئر طوى بيريت طوال الى هداكت سينكم ميدو وهي بئر معروفه وعيل ليقام كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بمائها بيها هذا متكم ميدا دائما ولي اذا دخل مكه مكه مركو سو غلو يعني دواح اللي يدي هوره ايه ان مغالدا سدان ان لوغ شقينين ان حرم غسان لو بلاادينين وحنا بريشي ودا لغا بخينين بورهي لو ودا بابيني معالمتي يا هي صورة جلاهي. إذا كيمر يا مد يا ضد يرو كوان أي أهايل. لكن ما أنت معلمتي وحكم وقرية وا. يا طريقي ذي يا ودوين كي يا عرشي حتى بيرو زمزم به هل كيسي. وده ويد مقام إبراهيم كنت الله مصحيب على قصاره. هل كي جورج النبي يقول شو صلى الله عليه وسلم تبوي كان قصار قصاره. وين كم طاف جبا مركع دون مرية. هل كي يعني لو يسعش جدا مقدور لو ده دعي عيل كي زمزم كه. معلم دي وحير أيام كده كسي موضة وحبل قرنعي، مركاي مك عادي طوال إلى أتجي صوت قصة ما يرانا يسا، مكير مركا مكون ده أتجي قرية أتجي سياد كده كتو، ده مركا صمد ما يرانا يسا يودد بيتنا، الحق أي مركا عماش هذا هو قبنا يسا، ثلاثة يدخل مكة مثلية كده، ثلاثة كده وينو كجرا. وهي طريق بيعلى مكة وطريق مكة حق هذا الصريح اه كاسنا ما انت طريقة كجر يسوء دائما يقول قد مر يسوء كوها يقول مو ياري ابا طريق ما دي طواء طريقة كذا اللي يرادوه ما انت معروفة الله يقارنا مكري وذا مقعي كري اللي يهي اربعة ان يتجه وينوك يسا فور وصوله مكة مركة ابوها الرئيسة ومكة قالوا إلى البيت وينو كعبدا وكعا قاسدا يسقى وقسر إياه طواف القدوم طواف قدواف القدوم كايسا وقسر إياه وهي تحية البيت الحرام وهو هي بيت الحرام كي تحية ديسة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم كد ذلك لي وقف قدواف القدوم خيارانا إيانا دي وهو هي قف قي حج قرحبنا ويني أما قفقي حجي عمره وضحدنا أيوم بعد وف القدوم كا يا لنا يا هل كا مركبة توصوح بلابا يا طوافقي ومساجد مركو إبادة تحية المسجد كي ما صبينا يميا وحيلين علماء قفقي المساجد صوق علي لبو جاد مدى يوم بو صوق علي وحاو صوق علي يا بغس طواف أما طواف جي عمرده هاهاض أما كي حجك هاهاض أما طواف سنة أبا هاهاض متكو ضرب هذا وحن وصل قالوا وصل دائم وطواف يا هاي مرها دو قفقو مساجد مثل الحرام وحن وصل قالوا وطواف يا هاي وحوه الرئيو كب الأبا يوا طوافك مركا اللهم أنا الشرعي يا أما اللهم السنة هي تحية المسجد مركو مساجد يسوق قالوا توكدو لأن النبي صلى الله عليه وسلم مصابين أحد يقف صحابتي سكمدنا مصابين وأنا مسيح جماهير أهل العلم أي كتجين أفراد يرمويان
waxay sayidada xaaladda hadu masalan sixaam oo kala ku yimaado ee ciriiri baa ku yimid ee taa wuxuu dooray wuxuu ogaa inuu yar kaadiyo bal inta ka yar fuuraysa mawjadu anbaba salaadii baaba dhawo waxa uu doorayaa marka salaada la tukado kadib inuu dawaaf gabilaabo taa marka ay tixriskii iska sameeyay masaajidka iska dhaxfadhiisan maayo ilaa tooski dawaafii toosu bilaabi maayo hadduusan masaajidka u soo galay marka hore biqasil yani salaa muu soo galay aad ku soo tukatiduun ama aad ka soo waraysati ama xilqad cilmi ama dikri aad ug markaa aad ka soo faaidaysati ama qur-aan aad ku soo akhrisatid markaa taxiyatu lmasjidkii ku bilaabaya markaa qof taa cumuumiga xadiidku markaa soo galayaa nabigu sal allahu calayhi wasalam idaa dakala axadukum masjida midkiin markuu masjidkaa soo gala ayi masjidin falaa yajis xataa yusalia ragcatayn yuu fadhiisan intuu laba ragcadood ka tukanayo laakiin hadalka odhanaya taxiyatu lbeyti wa atawaaf oo saas markaa mudlaqa horta xadiid ma aha oo asal markaa fii kutubi sunna iyada kubalo xadiid ma aha laakiin saas ayaa loo kala qaadaya de qof markaa tawaaf ku bilaabaya qof taxiyatu lmasjid ku bilaabaya labada xaalad ayaa loo kala qaadaya way khamsa an yadkhula almasjid waa inuu ka galaa min baabi bani shayba bani shayba baab kale baabu bani shayba waa inuu ka galaa baabu bani shayba albaabo badan qaar ra-iisi ah iyo qaar farciya oo yani dhowr iyo toddobaad ilaa laba iyo toddobaatan albaabo ayaa masjidku leeyahay kuwo waaweyn iyo kuwo yaryaroo farciiba waa leeyahay baabu bani shayba waa baabka hadda baabu salaamna la yidhaha ayuunbaa markaana baabu bani shayba la odhan jiray nabigu sala allahu alay slam uu ka geli jiray waxaanu markii halkaa maqaam ibraahimka iyo albaabka yacni kacbada iyo ayuu ku beegan yahay waanaka nabigu sala allahu calayhi wasalam uu ka geli jiray dee dadkuna way iska yaraayeen oo markaa halkaasunbuu qofku dawaafka yar ka bilaabayay laakiin hadda imika inta badan dee saxmada awgeed kaa lagama gale xaggaa dambe laga soo wareegaayo albaabka halkaa saacadda ku soo beegan ayaa laga soo galaa si markaad u soo dhadhacdaba aad dawaafkii u bilowdood ula wareegto laakiin haddaad halkan imika gasho waxaa laga yaabaa inay ama xaggaa kaa wareejiso amaba aad xaggan u noqon kari weydo oo aad dawaafkii soo bilaabi kari weydo aad markaa shawdan iyo wareeg dhan kaa laba ayaa dhici karta faida absara alkacba almusharafa kacbada la sharifay markuu arkuu indhaha ku dhufto rafaca yadayhi labadiisa gacmood buu kor u qaadaya wadacaa bihada ducaa ducadan ayuu ku ducaysanaya allahuma yaa allahu zid hada albeyta gurigan iyo kacbadan waxaad u korisaa tashriifa sharfid wa tacdiima weynayn wa takriiban maamuusid wa mahaabatan iyo haybad wa zid ilaahay waxaad u korisaa man sharafahu qofka sharfa wa cadamahu weyneeya oo miman xajahu ka mida kuwa usoo xajeeyay oo ictimara ama usoo cumraystay tashriiban isagana sharfid wa tacdiiman weyneyn wa takriiman maamuus wa biran iyo wanaag ilaahay uu kordhi allahuma anta asalaam ilaahay ow adigu ka markaa salaamka nuqsaan oo dhan ka magan kan yacni badbaaday ayaa adigu tahay nabadgelyo ada bixiya yacni magaciisa asalaam uu yahay wa minka asalaam xaggaaga salaam iyo nabadgelya ka timaada faxayina rabbana bisalaam ilaahu nagu noolee thaalithan sunanu tawaaf ducooyinka intooda badan aasare ayaa ku soo arooray markaa aimada markaa salaf alkhalafna markaa waa wax fiican ayay yidhahdeen thaaniyan sunanu tawaaf thaalithan sunanu tawaaf waa sunayaashii tawaaf arrinta waxaad ogaatay fiimaa madaa wixii tegay ee soo horreeyay waajibaata tawaafi tawaafka waajibaadkiisa waad soo ogaatay wa shuruuda sixati iyo shuruudu ku ansaxayo amaa sunanu sunayaashii samiyaa fatatakhallasu fiimaa yeli waxay markaa ku soo ururaysaa ama ku soo nunguuraysaa waxaan soo socdaa waacid an yatruufa maashiyan waxaa wanaagsan inuu dawaafo isagoo lugaynaya rajulan kaana mar'a ama nin ha ahaado ama aweenay ha ahaado ilaa an caaqahu can dalika maradun wa naxwa inuu dee ka hor istaago ka carqaladeeyo arrinta xanuun iyo wixii la midi mooyaane inuu isagoo lugaynaya dawaafo ayaa wanaagsan dee waana sida keliya suurtagalkaba imikaa oo gaadhina lala soo geli maayo awrna lala soo geli maayo haddii bergira awr nagu dawaafayay markaa
دي عربياتنا قف أوروبا هنين فوري مايو يمرح واحد ويا وطريقة كذا صوت قال قاية صوت كله مو ضافيو فلا كراهة مرجع كراهة وجد في أي طوف راكب رسالة وحفشرين وطوف مرح دي قف قام حنون ما واحد كلام كله عين وأنا مرجع يسوي السعودية لوك ده وافكرين إنه ده وحفر عدمك بكتير تمرك روى الشيخان وحي وريانه مسلمة قديمة مريضة وحي صاقة شيء أيضاً حنوصل يساوين ذاس فقال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكوه طوفي طواف وراء الناس ذاتك كركو هذا وانت راكبة هذا وحفوش أما الدوية يردك هذا وحفوش هذا وحفوش شيء دوا فكوه اثنين يسري بالحجر الأسود لقى حمدوين وطابطه أول طوافي طواف قيسة مركب وقوه الرئيسة إنه تابتو أيا الله سنة أيا ويقبله ونكذا ويضع جميله عليه بفور كيسرا وليوك سجوده أيا الله سنة أيا إذ كان ذاك كاسوحوها دعب رسول الله صلى الله عليه وسلم دغن كي عدد رسول كيهي في مرواه الشيخان كي وريين بخاري مسلم عدد كيسعي عواكي عمر وخطاب لها انتو داية حوي من مذو أيو لنكرا مركز أوعري إني لا أعلم وحنا نوقعي أنك حجر إنا تايدك لا تضر ولا تنفع وآن وحنا ترى إني عدنا وحبيه لأن عدنا وحبي أنفعيني لب إيه لب مدبا أن لحي ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبلته حتى أنا أرأي نبي محمد وكل منكرا يقومان له كذنبه لكن نبي محمد وكل من كريا ركيل راعدا نبي محمد راعي دردد من كل من كريا أما وحنوجا ينضج حتى يأرض ابن الله يدفن الله هذا ضيعها عمر وخدام سيد الله يهي سيد النبي صلى الله عليه وسلم ناشي وضيع كان هذا اللي جسوا صاري استجوا عنها كعب لكن محمد بيجي النبي صلى الله عليه وسلم بيعاد ويقف جس أيام دبي لقى حاجة نظر لقى كينا أيو سيدا لي إنه لقى عدلي الله إيا قبر عدلي الله إنه دمره وريقيس إيا فريسة أنا دانا أما ميرا عدل وقى صغمتا أموح اللي يالي يوحي الله ذا هي ترين والله بركيسا مير الله دوافوه اللي قوه ريك عبدا سنبا ترتا لانا بركيسته لكن ميرا هكذا إنه قوه فريسنا إنه إيا دحان تاكرا يوحا سمعنا سنبا بهم سلطة حلو حيل أيو سود الشيء مشري وميرد خلوه حبسان اليوم. فإن لم يتمكن هذه أنما كان سنين وسرت جلائي السليم وبيديك عندي سين وكتابته لازدحام عليل الدرادد أي تلمسه وبيديك عندي سين وكتابته هذا أنا يسرت جلين لازدحام ونحو عليل يوحي لم إذا أشار إليه بيده عندي سايو عن بعد الميل فوق جاي شاريا مكبر إنه هلا يساو كبار وتعليل لا إله إلا الله وهذه تل سنة خاصة وسنة كجار بالرجال رجع أما المرأة هو ندميا فلا يسن لها استلام ولا تقبيل ترى شيء إنك شمدنا الله مصن إلا إذا خل المطاف أمامها ما شاء الله توابيا ذهرت هذاس حجراس وتمرها كوب يعني بنان تيمين مرك هذا هو تابنا هو توافى لكن إذا مرك هذا الزحمد يعني رجع دحجة شو يعني ما بنانا وإذا كان في الطواف ازدحام مرك الطواف يعني لكتشره بعيد الصور كان وهذا إسلام الحجر الذي حتى بشديس وتقبيله دوك شديس يسبب إيذاء للناس ضدك هذول دم صوريو سقط استحباب ذلك سنة لماذا كان له سنة للرجل أيضا وضعية رجل حتى له سنيني من بل ربما عاد ذلك مكروه أن يخاسي مكروه نقضاء الأرخاء ومحرم ونما مدحارا تنمي حسب درجة الإذاعة هدب الدرجة هذا نبتاسين تجاريسه التي تتأتى إيه إمام إيسا نتيجة ذلك يعني انزحام كادر الجنس يخبر أنا إيسا هدب إنت إلا أكتري حتى يدب ذلك إمام إيسا وحرم حتى يدب حرائي كيم إيسا وكره ما أنت رقف إيسا واضح اللي يدن دي زحام كبدل رقف قصيا صوتها وأما صوت نقو وإن إيسا غير إنت صوت شرلوك الله دقاء إسرا وإنو لوك دقاء وإنو كتنتا وإنو قرا وإنو رفاض يدك على حقرة دتك عوام كي يعني تبي يسمى أنا والدك كنا سعادي هذي الله يسجس عن لها أفضل يبغى قارلة لكن زحام بيصايا
واللي ما رواه الشافعي وأحمد عن عمر ووحى إمام الشافعي أحمد أي وريني عن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحو يري يا عمر عمر وإنك رجل قوي أذو وحتين حوق له لا تزاحم على الحجر لقى حاعدها كعرين فتوذي ضعيف كي ضعيف قاها يتورث درامر خاعد كل بطوب إن وجد خلوة هداد بناني يميل بنان هشو تيقلوا صوبك وإلا هذكر فهلل وكبر لا إله إلا الله الله أكبر به ثلاثة أن يكرر الاستلام وحكى الله سمية تاب الشدى إن كعن عليهم وتقبيل يدك شدى للحجر الأسود عند كل شوط من طوافه شوط كسية وريك شوط طوافه سكبت مركي بابا هل بكتا قلت تواها دي وفرصت كيرو بشروط التي ذكرناها شروط عن صوش يا جميل ويصنع أيضا وحل سنية استلام الحجر لقى حتى بشي سيارة سنية بعد طوافه وصلاته انتو طواف قاية صلاة دبقى مايي ايو سعي غوصي بحيو انو مركة تارتو او دنكضو ايه الله سنة ايه ايه الادي كدي من او ديتر وبحو ان وبحو سعي غير وبحو درسي غير بسوري هلقا انو قلتوكتو والله اعلم.